قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يا رب ينعاد علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بألف خير، وينعاد علينا وعلى شعبنا الجميل الطيب شعب مصر بألف خير وخير. أنا بسجل الفيديو ده عشان أقول لكم إن البيج بتاعتي ومفيش أي بيج تانية ومفيش أي صفحات تانية على الفيسبوك غير الأكاونت بتاعي الشخصي والصفحة اللي أنا بسجل من خلالها الفيديو ده بس، وأنا الأدمن بتاعت الصفحة ومفيش أي حد بيأخد. سأعطيكم أولا نبذة عما حدث، ثم نرى لها أول فيديو بعد خروجها من السجن، حيث نشرت المذيعة المصرية رنا هويدي عبر حسابها على انستغرام أولى تعليقاتها بعد خروجها من السجن، ونشرت صورة لوشم نقش على ظهرها وحمل عبارة من منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر. كذلك ظهرت المذيعة في فيديوهين لها مع أحد الأطفال وهي تقوم بملاعبته وتقبيله، وعلقت عليه قائلة: الأطفال فعلا أحباب الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يخليك لأهلك يا قلبي، أنت علاوي حبيبي. وأضافت: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله أكبر، الحب كله علاوي القمر. الجزء الثاني: لولو أخيرا رضي عني. ويشار إلى أنه تم إطلاق سراح رنا بناء على قرار أصدرته المحكمة منذ أيام قليلة، وجاء هذا بعد حبسها لمدة 5 أشهر في قضية الفيديوهات. ويذكر أن رنا هويدي أقرت بزواجها من المخرج المصري خالد يوسف. قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس 13/6/2019 بإخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيمة الحاج على ذمة قضية الفيديوهات، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية. وقررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تحديد إقامة الممثلتين منى فاروق وشيمة الحاج. وأعرب مصطفى فاروق شقيق الفنانة منى فاروق عن سعادته بقرار إخلاء سبيلهما، وقال فاروق للوطن أنه سيجري ترحيل شقيقته إلى قسم شرطة مدينة نصر يوم السبت 15/6/2019 لاستكمال إجراءات الإفراج. وقال المحامي شعبان سعيد الخبير القانوني أن إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيمة الحاج جاء طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ورجح أن يكون القرار لتخفيف وطأة الحبس الاحتياطي الذي قد يسبب أضرارا شديدة للمتهمتان، فتستعيد عنه المحكمة بإخلاء السبيل مع أحد بدائل الحبس الاحتياطي. ومن ناحية أخرى نشر خالد يوسف على حسابه بالفيسبوك، وأضافت شيمة خلال التحقيقات التي استمرت لقرابة 2:30 أن خالد يوسف هو من ظهر في الفيديو وصوته وصورته. وعن طلب المخرج لما في الفيديو أجابت أنها رغبة زوجها وما ينفعش ترفض طلبه. وتابعت خلال اعترافاتها المخرج على تواصل دائم معها، وأنها فتحت هاتفها أمس وتبين اتصاله بها وتهدئتها ووعدها بحل تلك المشكلة، لافتة إلى أنها انفصلت عنه منذ فترة كبيرة. كما أضافت أن منى فاروق التي ظهرت في الفيديو المتداول زوجة خالد يوسف أيضا متابعة: أنا كنت قاعدة في شقة ولقيت حد بيخبط، بفتح لقيت منى فاروق سألتني انت مين؟ قلت لها انا مراته، ومنى قالت انا كمان مراته، وزعقنا مع بعض وشدينا جامد، بعد كده دخلنا مع بعض.
وهو كان عنده مكتب تحت الشقة في المهندسين، طلع على صوتنا وهداني وحطني في أوضة وهي في أوضة، وقعدنا نتكلم شوية، وبعد كده قال انتوا الاتنين مراتاتي وتسمعوا كلامي ولازم ترضوا بالوضع ده، انا بحبكم انتوا الاتنين وما اقدرش استغنى عنكم. هنا فاروق وشيماء الحج، ده عقد زواج شرعي انه في يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2014، يعني حوالي 5 سنين، تم هذا العقد بين كل من السيد خالد يوسف مصري الجنسية مسلم الديانة طرف أول زوج، والثانية شيماء يونس الحاج محمد اللي هي طرف التاني. وبعد أن أقر كل طرف بأهليته للتعاقد وخلوهما من الموانع الشرعية، فقد اتفق على الآتي: عرض الطرف الأول على الطرف الثاني رغبته في الزواج بها، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ووافقت الطرف الثاني على هذا الزواج بعد أن قررت بعدم وجود موانع شرعية أو أي شيء يمنع زواجها. وقررت الطرف الثاني في مخاطبة ومواجهة الطرف الأول: زوجتك نفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى صداق قدره 20,000 جنيه، عاجله 10,000 جنيه وآجله 10,000 جنيه، يحل بحلول أقرب الأجلين. وأجابها زوجها فورا بمجلس العقد وأمام الشاهدين الموقعين على هذا العقد قائلا: قبلت زواجي لنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. وقد أقرت الطرف الثاني الزوجة باستلامها لمعجل صداقها، وقد حضر مجلس هذا العقد الشاهدين المسلمين البالغين السيد أحمد محمد والسيد طارق علي إسماعيل. وقد تحرر هذا العقد بحضور الشاهدين والزوج والزوجة، والزوج مضى والزوجة والشاهد الأول والشاهد الثاني. ده عقد زواج شيماء. هنشوف بقى عقد زواج منى في يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2014، يعني بعد زواج شيماء بحوالي شهر ونص تقريبا. وتحرر هذا العقد بين كل من خالد يوسف ومنى محمد فاروق، وكان وكيلها أو وكالة السيد محمد فاروق محمد حسن اللي هو والدها. وكان الصداق، معلش الخط طبعا صعب شوية، فكان الصداق 100,000 جنيه، كان عاجله 50,000 جنيه وآجله 50,000 جنيه. وبرضو كان في الشاهدين والتوقيعات، وكان السيد مصطفى محمد فاروق محمد موجود، يعني هي بعلم أهلها زي ما قالت في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي بعد اعترافات شيماء الحاج. هذا الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل كتبتها منى فاروق لوالدها عبر حسابها على انستجرام، وفيديو مع والدتها ونشوفه برضو بعد شوية. وأظهرت تلك الرسائل عدم صحة ما أشيع عن مقاطعة الوالد لها بسبب عملها في المجال الفني ومعايرة الناس له. دي منى فاروق طبعا، وده والدها نشرت صورته على انستجرام. فقد وجهت إحداها إليه في ذكرى رحيله السنوية الأولى وكتبت: الله يرحمك، عدت سنة على فراقك، كنت أحلى أب في الدنيا، كنت بحس إني مهمة أوي وأنا قاعدة قدامك وبسمع نصايحك، كنت بتقول كلام كتير هيتحقق، اصبري واسعي واجتهدي على حلمك لحد ما يتحقق وبيتحقق. وأضافت: أنت الوحيد اللي كنت مصدق حلمي، نفسي ترجع وأحضنك وأحس بأمان، نفسي أحكي لك كلام وحكايات كتير، أنت الوحيد اللي كنت بتسمعني وتفهمني، ويا ما استحملتني وجيت على نفسك عشاني، أتمنى تكون مسامحني عن أي لحظة تعبتك فيها، ويا رب يقدرني وأعمل خير كتير يزود ميزان حسناتك. ونشرت برضو الصور ديت ليها معاه.
كما علقت على حلول الذكرى الثانية لوفاته وكتبت: زي النهاردة من سنتين توفي أعظم راجل في حياتي، بحاول أحقق حلمك، كملت بالجامعة اللي كنت عاوزها ليا، وبشتغل في الحاجة اللي بتحبها وبحبها زي ما طلبت مني، ويا رب أحقق حلمك وأكبر بشغلي وأجتهد، بس كل حاجة كانت هتبقى أحسن لو أنت موجود. ومنذ أشهر قليلة وجهت إليه رسالة جديدة جاء فيها: تعال شوف بغيابك تعبانة إزاي، أتمنى أشوفك وأشتكي لك، أحس بالأمان والحب اللي كنت حاسة بيه وأنت موجود، تحميني من كل اللي بيأذيني وأسند عليك من اللي عايز يوقعني، أنا تعبت من بعدك. كما تذكرت يوم ميلادي في نوفمبر الماضي وكتبت تعليقا على صورة له: وحشتني أوي النهاردة، عيد ميلادك الله يرحمك تالت عيد ميلاد ليك وانت مش معايا، محتاج احضنك قوي واحكي لك على كل اللي بيحصل لي، انا تعبت قوي في الدنيا من غيرك ودايما فاكراك ودايما محتاجالك، نفسي اشوفك ان شاء الله القريب لانك وحشتني وفي مكان احسن، الله يرحمك ويغفر لك ويحسن خاتمتي، اسالكم الفاتحة الدعاء لابويا وكل من رحلوا عنا. وهنا على انستجرام على الحساب بتاعها: وحشتني قوي، ونشرت صورته وخاله وخالها اللي هو اللي على اليمين اخوه. كتبت ايضا على انستجرام: عاوز تحكم عليا اتعامل معايا وعرفني وبعدها احكم عليا، نفسي نبطل نسمع ونصدق من غير ما نعرف الشخص، نفسي نبطل امراض نفسية، نفسي نبطل رغي ونم وغيبة، نفسي نبطل نتكلم في أعراض الناس وندعي الخلق للخالق كما تدين تدان. ديت من كام شهر بس، حطت البوست ده هو على انستجرام. بالنسبة للأب الروحي بتاعها ده ريمون مقار، كتبت عنه: بداية لسنة جديدة وعيد ميلاد سعيد، أنا فخورة بيك وفخورة إنك أبويا وأخويا وصديقي بجد، ربنا يخليك ليا ويديك الصحة. الأب الروحي ريمون مقار القيصر. برضو نشرت صورة ليه وكتبت عليها: بعد فضل ربنا أحب أشكرك المحترم القيصر أستاذي الإنسان والأخ والأب قبل أن يكون المنتج حضرتك، أي نجاح أنا بحققه بيرجع ليك بعد ربنا، أشكرك إنسان في الدنيا لسه بيساعد إنسان لحياة أفضل، ربنا يكرمك ويرزقك صحة وخير ويفرح قلبك زي ما بتفرح قلوبنا، بتعلمني دايما إن كل شيء بأوان وإن ربنا دايما معايا يسندني وبيكون معايا. ريمون معار، تعتبره الأب الروحي ليها بعد وفاة والدها، ونشوف فيديوهات مع والدتها. وانا لو سمحت، ولا ما مو نملين.